شفنا نور اللي لحد دلوقتي قدرت تعمل كل اللي اتطلب منها وتطلع قدها. تعالوا نشوف نور هتكمل جنان للآخر ولا لا. يلا تعالي تنى على شمالك، تنى على شمالك، تخلصي هوت على يمينك، على يمينك. معلش تاني. برافو يا نور، هايلة. طلعي لها بقى الصورة، امسحي الصورتين دول الأول اللي هي صورتهم، وطلعي الصورة اللي انت فيها متصورة مع وائل هنا، وقولي لها بصي عشان تعرفي ان انا بضحكش عليك. اهو موجود ولا مش موجود؟ صدقتي بقى انه كان موجود ولا ما صدقتيش؟ اهو موجود ولا مش موجود؟ والله بجد عيب، اقسم بالله كسفتيني قدام الراجل جدا، وانا بقول لك عايزه انت طالبه منه ايه سكتي ومين ده ومش مين ده؟ ميرسي لحضرتك طلبتي. ميرسي. انا فضلت واقف وهي ما قالتليش على الباستا، عايزاها حضرتك ولا اجيبها ولا خلاص؟ حضرتك احرجتيني وما رضيتيش يعني تردي عليا، فحضرتك عايزه باستا ولا لا؟ معلش انا اسفه جدا. عايزه الباستا ولا لا؟ ردي عليه. لا مش عايز تصوريني تاني ولا خلاص كده امشي؟ لا مش سيفه. انت في حاجه؟ طب انت ما حدش كان واقف اساسا. قومي اقفي على الكرسي اللي انت قاعده عليه. ايه ده؟ برافو. غني حاجه من الاوبرا بقى. في ايه؟ غني حته اوبرا. لا ترافيتا لا ترافيتا. لا ترافيتا. عندك صوتي صح؟ لا يا فندم مش عارفه صوتي. بعد اذن حضرتك يا فندم، بعد اذن حضرتك. انت مش عارفه صوتي؟ بعد اذن حضرتك اتفضل. لا يا بنت. بعد اذن حضرتك يا فندم اتفضل لو سمحت، لو سمحت. بجد مش عاجبني صوتي والله، مش عاجبني صوتي. حلو تحفه يا فندم والله. لا يا بنت تحفه. معلش انت مش عاجبك صوتي؟ بس مش عارفه صوتي. يلا حي الجمهور وعودي. انا عارف يا فندم، انا عارف يا فندم ان انت اللي قدرتيني هنا وهتقعدي. ميرسي ميرسي. شكرا جدا. اقعدي اقعدي يا اميره بقى. لا يلا. لا 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 انا عايزه اقعد. اقعدي. نور برافو عليكي، انت كده عديتي المرحله الثانيه ومعاكي 1000 جنيه فقدها ولا مش قدها، ولحد دلوقتي انت طالعه قدها. ممكن دلوقتي تستكفي وتقفي وتاخدي ال1000 جنيه، او ممكن تكملي. لو عايزه تكملي العبي في شعرك او هزي راسك. فكك يا اميره بقى، خليكي قاعده. فكك خلاص. ايه الثقه دي؟ ايه الثقه دي؟ اموت انا بالثقه. شعري مظبوط؟ نور هنبتدي دلوقتي المرحله الثالثه من قدها ولا مش قدها. المرحله دي على 2000 جنيه، هتسمعي كل اللي هقول لك عليه وتنفذيه بالحرف الواحد. اهم حاجه انها ما تسيبكيش وتمشي ولا تحس ان انت بتعملي فيها مقلب. يلا امشي انت يا اشرف دلوقتي، ولما عاوزك هجيبك. امشي انت يا اشرف دلوقتي ولما عاوزك هجيبك. ماشي شلبي. امشي انت يا شلبي من هنا دلوقتي. شلبي. امشي انت يا شلبي من هنا دلوقتي. شلبي ده كرتون. امشي بس يا شلبي. يلا امشي بقى. يلا يا شلبي امشي بقى. لفي لفه حوالين الترابيزه وانت عامله طياره وبتعملي ببقك. اقول لك على حاجه، قومي نعملها واحنا. لا لا والله مش بقى. يلا لفي حوالين الترابيزه. برافو. يلا يلا يا اميره قومي، قومي اعمليها معايا. والله مش بس، قومي اعمليها معايا. اه دي ام اخد بالي وامشي. اقول لك اعملي ويا 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 ويا. قومي يلا يا أميرة قومي. ما توقفيش نور، ما توقفيش لحد ما اقول لك. طب يلا بيها سيبيها. يلا يا أميرة قومي. انت افضلي مكملة. يلا بس ويا 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 ويا. يلا يا فندم مش هينفع كده يا فندم. ويا ويا ويا. حضرتك كلميها مش هينفع كده يا فندم. ويا يلا يا فندم مش ممكن كده. على فكرة هي بتحب تسوق العربية حلو جدا وبتسوق حلو جدا. قومي بس اعملي كده. نور قولي لها لو مش عايزه تسوقي اركبي ورايا. طب لو مش عايزه تسوقي اركبي ورايا. يلا
في ايه يا جماعه؟ وانا بقول حاجه غريبه. خديها تقعد، قولي لها اقعدي. طيب اقعدي نريح شويه. اقعدي نريح شويه. خلاص مش عايزه، مش عايزه. اقعدي اقعدي يا اميره. اقعدي يا اميره، انت غريبه قوي، مش عايزه ارد عليها، سيبيها. نور، هطلب منك اخر طلب. لو اقنعتي اميره انها تتصور مع وائل اللي هو مش موجود اصلا، في خلال دقيقه انت كسبتي 2000 جنيه. انا في الميعاد. يلا يا نور، قدامك دقيقه واحده بس. بصي امي، امي هصورك صوره. ده اصعب جزء في التحدي، لان المسؤوليه بتكون على الشخص اللي بيتعمل فيه المقلب. تعالوا نشوف اميره هتخلي نور تكسب وتعدي اخر مرحله ولا لا. هصورك مع الويتر بس صوره واحده، يلا بسرعه. مع وائل الويتر اللي هنا، يلا اهو. مفيش صوره. معلش انجزي بسرعه، يلا بسرعه. امي انجزي في دقيقه، يلا وهمشي على طول. يلا يلا هنمشي. ولا حط ايدك على كتفه، حط ايدك على كتفه بسرعه، حط ايدك على كتفه انجزي اهو. يلا عشان امشي، حط ايدك على كتفه. يلا 5 4 3 2 صورتيها. نور برافو عليكي، انت كسبتي 2000 جنيه وعديتي المرحله الثالثه من قدها ولا مش قدها، مبروك. يلا تضربي. انا اسفه، انا كنت هعمل بيكي مقلب قدها ولا مش قدها. انت كسبتيها دلوقتي حالا 2000 جنيه. اقعدي بقى وقولي لنا ايه. الحمد لله انا ما شفتنيش لما قلت غنيت، عشان كنت حاسه اني هتطيري بقى وتسيبني وتمشي. طب الصوره بقى اقنعوني. الصوره؟ خدوه، ما كان واقف ما لا ده بيختفي وبيصحى، ما تعرفيش القصه؟ اتصورتي معايا هنا ما اتصورتي؟ انت سامعه كل ده؟ سامعه كل ده. انت كنت حاسه انها ايه؟ شاربه حاجه صح؟ لا انا حسيت انها ملبوسه. حسيتي انها ملبوسه فعلا؟ بجد؟ والله العظيم. بس انت كنت طول الوقت كنت بتضحكي وبعدين تعملي اكشنات غريبه جدا اول ما هي تمشي. انا قاعد جوه اصلا بتفرج عليكي ومش فاهم، انت كل شويه تعملي كده وتتلفتي حواليكي وبعدين هي ترجع فتحاولي تفهميها ان انت بتضحكي. واشرف مش انا. واشرف. احنا بجد سعداء جدا جدا معانا النهارده. ونور مبروك ال 2000 جنيه عليكي، وبجد اميره يعني كان ليها دور كبير قوي في انها تكسبك.